مكانكما. جريمة قتل. كيف سارت الأمور؟ كما خططت لها. إنه هو. إنهم يشتبهون الآن بكل إنسان. الشخص الذي أخذ ساعة ماذا كان يرتدي؟ معطفا أسود اللون وكوفية سوداء وبيضاء. دوافع رباب واضحة جدا. إياك أن تعترفي بشيء. لن تخرج يا مجنون. شغلك تفصل علينا فعلا. لغز الساعة الثالثة يوميا 8:00 مساء على قناة ذكريات.